السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة إن الحديث عن المدارس في البصرة حديث مؤلم وحزين. وقبل أن أدخل في هذا الموضوع أريد أن أمر مرورا سريعا على حقبة تاريخية وهي معلومة لدى حضراتكم، أن البصرة هي من المدن الأولى التي بنيت في الإسلام، بناها الفاروق رضي الله تعالى عنه عام 17 هجرية على أصح الأقوال، وأصبحت منذ ذلك الوقت منارة للعلم والعلماء ونبراسا للمعرفة والنور، حتى سميت بقبة الإسلام وجمجمة العرب، حتى أن أهل التاريخ قد ذكروا أنه قد برز في عصر واحد أكثر من 3000 عالم في مختلف العلوم والفنون. وكذلك حوت هذه المدينة وضمت من الصحابة المئات كأمثال الزبير رضي الله تعالى عنه، وطلحة وشعبة وعتبة والمعقل، وسيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين، وكذلك الكثير من الصحابة ومن التابعين، الحسن البصري كأمثال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وكعب وعمر بن سلمة وجابر بن زيد وأبي قلابة وأبي العالية وهو فقيه مفسر، وحميد بن عبد الرحمن والشخشير وزرارة بن أبي أوفى وأبي بردة أو بردة بن أبي موسى وأيوب السختياني وسليمان التميمي والقاسم بن ربيعة وخالد بن أبي عمران وقتادة القاضي وحماد بن سلمة وحفص ابن سليمان وإياس وطلحة والضحاك، وبرز المئات في هذه المدينة، علماء القراءات، القراء الكبار، أهل التفسير، أهل الحديث، النحو، اللغة، الفقه كأمثال أبي الأسود الدؤلي والخليل والجاحظ وسيبويه. وإذا أردنا أن نحصي كم من الصحابة والتابعين والعلماء في البصرة فإننا لا نستطيع أن نحصي ذلك لكثرتهم وكذلك لضيق الوقت. استمرت هذه المدارس والحلقات قرونا طويلة إلى أن جاء الخراب الكبير الذي قضى على المدارس والمساجد كما حدث في الاحتلال الأخير بما يسمى بثورة الزنج، وهي ليست ثورة، دوافع سياسية، حركات باطنية معروفة دفعت إلى ذلك كما دفع الناس في الاحتلال إلى ذلك، وصار ذلك مثلا بين الناس عندما يقول الناس بالعامية بعد إيش؟ بعد خراب البصرة. نعم، صار الخراب كبيرا، فأحرقت المساجد والمدارس والمخطوطات، لم يبقى من ذلك شيء حتى طال الكثير من العلماء وهاجر الكثير آنذاك منها كما حدث في الآونة الأخيرة، متوجهين
إلى مدن أخرى. نحن لا نريد أن ندخل في العصرين الأموي والعباسي، لأن البصرة حدث فيها كذلك في ذلك الوقت من المآسي الكثيرة. وبعد هذين العصرين وفي العصر الحديث الذي صار الإجماع على تشخيصه برزت مدارس كثيرة وعاد النور إلى المدينة بعد أن هاجر العلماء في ذلك الوقت عندما حدث الذي حدث، حتى أنهم وصلوا إلى المغرب العربي، إلى بلاد المغرب. في بلاد المغرب مدينة بكاملها اسمها البصرة، وتحوي على نفس اسم الميناء وهو الأبلة، وهي على طريق سوق الأربعاء في قرب وزان. مدينة بكاملها، ذهب العلماء هناك وجاء العلماء كذلك من هناك. فهذه المدينة عندما عاد إليها أهل العلم والمدارس وشاع النور من جديد وأسسوا المدارس، برزت مدارس كثيرة وسأمر عليها مرورا سريعا، لا أقف عند التاريخ وإنما عند الأسماء. على سبيل المثال لا الحصر، المدرسة الكوازية التي أسسها الشيخ محمد أمين الكوازي، المدرسة الزينبية، المدرسة الحراقية نسبة إلى العالم محمد الحراق الإدريسي الذي قدم من المغرب لطلب العلم بعد أن أكمل العلوم في مكة والمدينة، ثم قدم البصرة وأكمل العلوم فيها وأسس مدرسة كبيرة في البصرة، ثم انتقل أولاده إلى المغرب. المدرسة الحليلية أو الحللية، المدارس الرحمانية، المدرسة السليمانية، المدرسة الحنفية ومساجدها، المدرسة الرشيدية نسبة إلى السلطان محمد رشاد، المدرسة الأعرجية، المدرسة الأربيلية النقشبندية التي أسسها الشيخ أبو بكر غياث الدين الهرشمي، واستمرت في التدريس إلى أن توفي عالمها الشيخ عبد القادر الأربيلي. مدارس أم عبيدة أو أم عبيدة، وهذه تقع في ضواحي البصرة ومن أعمال البصرة، التي قال عنها المؤرخون أنه كان يفد إليها كل يوم 1000 طالب علم، وهي امتداد لمجموعة من علماء الأمة وفي مقدمتهم رفاع المكي والسيد سلطان علي رحمهم الله. المدرسة الشافعية، وهذه المدرسة قد امتدت إلى الإحساء وإلى حضرموت وما زالت مستمرة في التدريس. فما مدرسة الإحساء وما مدارس حضرموت من آل السقاف وآل الحداد وآل حفيظ إلا أنهم امتداد لمدرسة البصرة ومدارس البصرة، وخاصة المدرسة الشافعية. ومدارس الشافعية في الإحساء إلى الآن ما زالت، وعلى رأسها العلامة الشيخ السيد المحدث إبراهيم الرفاعي الشافعي. المدرسة اليعقوبية، المدرسة الطاهرية التي أسسها العلامة الشافعي البرزنجي، المدرسة اليوسفية للعلامة المفتي عبد الرحمن بن يوسف، وكذلك المدرسة المجيدية. مدارس كثيرة، سوف أنتقل إلى صلب الموضوع بعجالة. انتهى الوقت يا دكتور. كل ده بس مقدمات أسماء مدارس. لنا حق دائما البصرة جنوب العراق تنسى وتؤخر. ثم إلى مدرسة النجاة التي أسسها العالم الرباني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو من أصل مغربي، ولد في شنقيط ثم طلب العلم في مكة ومصر وطاف البلاد، ثم وصل مدينة البصرة إلى مدينة الزبير. وكان سبب مجيئه إلى البصرة
للعلم والانتفاع من أهل العلم. فلما وصله كان الاحتلال الإنجليزي قد دخل العراق، فأخذ يستنهض الهمم في الدفاع عن البلاد ينطلق من الواجب الشرعي، وحمل السلاح آنذاك وشارك في معركة كوت الزين في 30 ذي الحجة 1914، وكذلك في معركة أخرى. فأصبح الشنقيطي مطلوباً آنذاك من قبل الإنجليز، فذهب إلى بغداد ثم عاد وأسس المدرسة في 1920. وكان ولا أريد أن أذكر من أسس المدرسة معه لأن ذلك سيطول. وهذه المدرسة قامت تدرس وبدأت تدرس العلوم الإسلامية، بعيدا عن المذاهب، بعيدا عن التعصب للمذاهب، وإنما أسست نواة علمية. هذه المدرسة شاع نورها في كل مكان، وامتد نفعها في كل الأمصار، فامتد نفعها إلى الخليج وحتى إلى بلاد فارس. فما المدرسة الشافعية في بلاد فارس إلا من نتاجها. وهذه المدرسة بقيت طوال هذه الفترة بالعطاء والنفع إلى سنة 1974، حيث أغلقت المدارس الدينية وحولت البعض أو حول البعض منها إلى قانون التعليم، وقسم منها صودر وصودرت أوقافها وممتلكاتها، وتوقف الكثير من أهلها عن التدريس، وهاجر الكثير من طلابها وروادها. فهناك الكثير الكثير من روادها ومن طلابها، منهم من توفاه الله ومنهم من توفي، وآخر من توفي من طلابها الشيخ عبد العزيز الناصر، وكذلك العلامة الطبيب الداعي الكبير عبد الرحمن بن سميط رحمه الله تعالى. فهي نفعت، وإن شاء الله تعود هذه المدارس كما كانت، ونسأل الله أن يكشف هذه الغمة ويعود أهل المدارس وعلماء المدارس إلى أماكنهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.